السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده، دي خامات العروسة، والفيديو ده فيديو الخامات. تمام كده، كل اللي هتحتاجيه معاكي بواقي خيوط. الاول هنحدد ايه الخامات اللي تنفع للعروسة دي وللأمجرومي بشكل عام، تمام، وايه اللي ينفع مع ايه وايه اللي ما ينفعش مع ايه. تمام كده، الاول انت ممكن تشتغلي العروسه دي بحجمين، حجم بالديفا وحجم بالكوتون جولد. دي استوكات كوتون جولد. يعني ايه استوكات؟ يعني خيوط درجه تانية من الخامه دي، او بواقي الشركه بتعملها بتبقى استوكات، بس بتبقى هي هياها نفس جوده الفتله. طيب ينفع اشتغل يا اميره العروسه عندي مثلا بكره كوتون جولد وبكره ديفا وادخلهم مع بعض؟ لا ما ينفعش. علشان تدخلي خيطين مع بعض في اي شغل عامه اصلا، لازم يبقوا الفتلتين نفس السمك، والا هتحسي ان الشكل مختلف وحته صغيره وحته كبيره ومفيش تناسق اصلا في الشغل. تمام، كل اللي انا محتاجاه له للعروسه دي كميات بسيطه جدا جدا جدا، بواقي خيوط زي ما احنا قلنا. طيب هحتاج ايه؟ كام لون؟ هحتاج لون للفستان، لون البشرة، ولون للشراب، يعني لونين مع بعض ابيض. انا العروسة الاصلية بابيض ورصاصي، تقدري تدخلي اي لونين مع بعض. يعني انا محتاجة للعروسة اربع الوان. الاربع الوان دول مهم ان هم يكونوا نفس النوع. تمام، ممكن اشتغلهم بكوتون جولد، دول كوتون جولد ستوك، وممكن اشتغلهم بديفا. زي ما انتوا شايفين كده، في بكر كامل، في بكر. انت اصلا كل اللي بتحتاجيه كميه بسيطه جدا من كل لون. لو هتشتغلي بالديفا يبقى هنشتغل بابره واحد ونص فيما اقل، يعني واحد ونص فيما اقل مش اكتر. ليه بنشتغل بإبرة صغيرة؟ ما احنا بنشتغل الديفا باتنين واتنين ونص في الملابس، لان الامجرومي دايما بتحتاجي إبرة اصغر من المقاس اللي انت هتشتغلي بيه. ليه؟ علشان لما تيجي تشتغلي وتيجي تحشي الشغل بتاعك فايبر، النسيج ما يفتحش والفايبر يبان من جوه. تمام، فانت لو هتشتغلي بخيط ديفا هتشتغلي بإبرة واحد ونص فيما اقل. اتنين لا، اتنين الا ربع لا، هي واحد ونص فيما اقل، يعني ممكن واحد واربعة، ممكن واحد وربع، ممكن واحد وتلاتة، حسب الابرة المتاحة عندك معاكي، من واحد وربع لواحد ونص، حسب ما انت يعني حسب الابر الموجودة عندك في البيت. تمام، طيب محتاجة ايه في الديفا؟ محتاجة لون بشرة. اي لون بشرة؟ يعني ايه لون بشرة؟ يعني اللون اللي شبه بشرتنا. عندك بقى البيجات، الكافيه الفاتح، ممكن لو اغمق شويه تكون بشره بنت سمراء، حسب ما انت عاوزه. يعني ده لون بشره، ده لون بشره، في لون كمان هنا، وده كمان ينفع لون بشره. في الوان كتير تنفع بشره. تمام، فانت اللي هتحددي او حسب المتاح عندك. لكن ابيض مش هينفع لون بشره، عشان يكون، عشان نكون واقعيين، يعني الابيض عشان ما تجيبيش ابيض وتقولي هشتغله لون بشره. اختاري في البيجات كده والكافيهات الفاتحه والالوان دي. تمام، دول زي ما قلنا احنا هنحتاج اول حاجه لون بشره، ده لون الفستان. لون الفستان حددي بقى اي لون براحتك. تمام، وزي ما قلنا الاثنين دول لون الشراب. يبقى انا كده عايزه في الديفا اربع الوان زائد لون الشعر، ده لون بني، حسب بقى ما انت حابه تعملي لون شعرها، بني اصفر اسود، حسب اللون اللي انت حباه. ماشي، ادي ده لون بني. يعني انا كده محتاجه للعروسه خمس الوان. طيب افرضي انا ما عنديش مثلا غير اربعه، خلاص ممكن تخلي الشراب لون واحد، ما تخليهوش لونين لونين. ممكن تدخلي مع لون الشراب مع لون يعني لو انت معاكي لون، ممكن تدخلي من لون الفستان معاه. دي كلها اذواق، وزي ما قلت لكم انت مش محتاجه كميه. طيب لو هتشتغلي بالكوتون جولد، زي ما قلت لكم ده كوتون جولد ستوك، نفس الموضوع، ده لون بشره، في منه برضو كذا درجه،
جروب ديزني كروشيه برضو بيطلع مع خامات الامجرومي بيطلع معهم فايبر. ماشي. طيب ممكن اشتغل يا اميرة العروسة بخيط صوف وليكن مثلا هيمالايا وليكن برينسس اي خيط صوف؟ هقولك بلاش. ليه بلاش؟ لان الخيط الصوف مع اول استخدام ليه واحتكاك واللعب هتلاقيه وبر، وهتلاقي ملامح العروسة بقت مش حلوة، هتلاقيه موبر. طيب ما في 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 عرايس وفي حاجات بيستخدموا فيها خيط صوف، في مجسمات من الامجرومي ممكن نستخدم فيها صوف زي الدباديب اللي ليها شعر كده، اللي هي لو وبرت اصلا احنا بنستخدم اصلا فيها خيط موبر، لكن كعروسه لا، ما انصحش ابدا انك تستخدمي خيط صوف. عايزه اي خيط يكون ملمسه قطني، يعني ما يكونش بيوبر. ممكن بقى تشتغلي زي ما قلنا بديفا بستوكاتو، ممكن تشتغلي بخيط الجودي، ممكن تشتغلي بخيط زي ما قلنا كوتون جولد فوريفر، اي خيط بهار بس طبعا البهار غالي جدا. ماشي. اي خيط يكون قطن بيلا، يعني بصوا عمالة بفتكر كده الانواع اللي فيها اللي هي القطن. وما ننساش واحنا بنجهز خامتنا نجهز معانا ابرة وخيط خياطة اسود، ده خيط خياطة عادي. لو ما عندكيش خيط تطريز بتاع العيون خيط خياطة اسود عادي جدا. انا ما استخدمتش خيط التطريز، هستخدم معاكم الخيط الخياطة علشان خاطر لو انت يعني ما تجيبيش حاجة وتتكلفي حاجة، كله من عندك من البيت. تمام. هو ده كل اللي احنا محتاجينه في الخامات، بس كده كل حاجة هتبقى ان شاء الله متوفرة عندك، الخيوط موجودة، مقص ابرة وبس كده، والفايبر. فرضنا بقى انت ما عندكيش فايبر وما عندكيش حد جنبك بيبيع فايبر، اي دبدوب عندك او مخدة قديمة طلعي الفايبر اللي فيه، احنا مش هنغلب. تمام كده. وادي فيديو الخامات، هتجهزوا مع بعض الخامات وتلموا حاجاتكم كده، ويلا نسمي بالله علشان نبتدي مع بعض العروسة الجميلة، وان شاء الله بامر الله ورشة كده تكون ممتعة وتكون بامر الله مفيدة لنا جميعا. لو وصلتي لنهاية الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتعملي اشتراك في القناة لو مش مشتركة. السلام عليكم ورحمة الله.